حضرتك انا معايا انتماسات هي في موضوعها من مجلس الوزراء، طلعنا واتكلمنا وخاطبنا اكتر من مره 10,000 6,000 مره. عايزه اقول لك يعني وزاره الصحه، ادي الانتماس بتاع وزاره الصحه، اديتني اعتذار. ادي الانتماس بتاع وزاره الصحه، اديتني اعتذار. خلاص ماشي، واحنا المجلس الوزراء بقى اللي المفروض ان هو يجيب لي حقنا بعد الكلام اللي هو مجلس الوزراء ادوني ده. الكلام ده من حق الناس. ولما اطلع اتكلم مع الاستاذ المحترم فوق اللي هو استاذ عبد الرازق في مجلس الوزراء يقول لي انت مش بتهدديني، انت لو بتهدديني انت وزمايلك انا ممكن عربيتين امن مركزي اخلص الموضوع. احنا مش طالبين حاجه يعني، احنا طالبين نبقى حاجه، ولا طالبين فلوس منك، ولا طالبين منك اي حاجه، طالبين ان احنا نبقى زي زمايلنا، احنا عايزين نتعلم. ولا هي البلد خلاص يعني ما بقاش بقى تعليم. قرارات على المستشفيات الخاصه مش الحكوميه، الخاصه النظيفه ممنوع تعينهم اي ممرض ان شاء الله لو تدريب عندكم الا بكارنيه مزاوله مهنه. كلام سليم. ليه اغلبيه طبعا المستشفيات الخاصه النظيفه في اجزاء منها حكوميه والاجزاء الثانيه ايه خاصه. كلام سليم. فجينا طبعا اتكلمنا معاهم مفيش اي حاجه. جينا النهارده وعلى مدار كل الشهور اللي فاتت، المهم اخر قرار كان المفروض النهارده قالوا يوم الخميس اللي فات في اجتماع ما بين وزير الصحه، وزير التعليم العالي دكتوره مهجه، الدكتوره كوثر، وزير التعليم العالي الدكتوره هيام معاون وزير التعليم العالي، عند امين المجلس الاعلى للجامعات الدكتور اشرف حاتم في جامعه القاهره. الجلسه دي كانت يوم الخميس اللي فات بخصوص الموضوع بتاعنا. طب يا جماعه ترد علينا امتى؟ قالوا تعالى يوم 1/11 اللي هو يوم في يوم الاحد اللي هو النهارده. جينا بالفعل رحنا وزاره الصحه على اساس ان احنا نشوف ورلاد، وقفنا تحت نص ساعه لغايه ما مدير الامن عم ردد علينا قال لنا من الاخر يا جماعه الناس هنا مش عايزين ولا يقابلوكم كلام سليم ولا عايزين يتكلموا معاكم. فكده يعني بمعنى صح يعني بيقولوا لكم مالكوش حاجه عندنا. جايين عشان نخش معاه الفن الصحي ان شاء الله، معاه الفن الصحي. هم مش معترفين بينا، بيدخلوا دفعه اللي قابلينا ليه؟ سايبين المعاهد الخاصه دي فاتحه ليه في مصر لحد دلوقتي ما دام مش معترفين بينا؟ دخلوا دفعه اللي قابلينا ليه؟ احنا لينا حق زينا زي اللي قابلنا، مش ماشيين النهارده. احنا عاملين اعتصام اللي احنا قاعدين لهم، احنا خلاص طهينا وزهقنا بقالنا 5 سنين بنجري، مش معترفين. ما دخلوش اللي قابلنا، ياخدونا دفعه استثنائيه زينا زي اللي قابلنا برضه.